هذا وأكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة على أن كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء أمام مجلس الوزراء تعكس استمرار وتيرة العمل الحكومي وتسخير جهودها في توفير المسكن الملائم للمواطن البحريني. اجتماع أمس مجلس الوزراء كان اجتماع استثنائي بمعنى الكلمة. أولاً لمضامين خطاب سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، واللي في الحقيقة أيضا يعني حدد أوجه المرحلة المقبلة أو المرحلة الجديدة في طبيعة وطريقة العمل الحكومي. أيضا سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر واضح أنه هو أيضا أسس وضع أسس جديدة للتعامل مع الملف الإسكاني من خلال إفراد أولا التأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامجها ومشاريعها الحكومية، وما في شك أن البرامج والمشاريع الإسكانية تحظى ولا زالت تحظى بنفس الزخم وبنفس العطاء وبنفس الاهتمام. من ثم أفرد سموه بند خاص لتوفير السكن الملائم للمواطن بمبادرات مبتكرة وفعالة، وهذه في الحقيقة أيضا يؤكد رغبة الحكومة في زيادة الفعالية وتسارع الإنجاز في توفير السكن الاجتماعي. هذا طال عمرك بعد يؤكد ان احنا ان شاء الله مقبلين على مرحله جديده من الانجاز، وفي رغبه واضحه لان يتم معالجه والتعامل مع الملف الاسكاني باسلوب جديد مبتكر في النهايه خدمه للمواطن وتاكيدا لمبدا سرعه حصول المواطن على الخدمه السكنيه.